السلام عليكم. خويا هذيك السيده اللي جات عندكم كتجاوب على داك الشيء اللي قلت انايا باش نجاوبها باش خوتي الغالبين يعرفوا انني لم كنت كنخدم. انا راجعني في العداله ديالكم وعطيتو الدلائل وعطيتو كل شيء بما يفيد. هي جات بفمها قالت لك انها انا عكاز ديالها هي كداله، انا ما عكاز ديالها ما والو، وقالت لك انها انا الدريه الحمد لله ملي ما طرا لا والو باقا صحيحتها. واش انتوما خوتي المغاربه كاين شي ام كتقول لك بنتها مغتصبه كتقول لك الحمد لله ملي لقات صحيحتها؟ واش ضربها كاميو؟ واش داوها للغابه اغتصبوها؟ كتقول لقات صحيحتها. الام اللي داتها لولد خالتها بالموافقه ديالها وموافقه موتها هو وباه وكلشي عائلته انه اغتصبها، وكنت عندك كيمارس عليها ديما في ديك الدومارس. علاش نضربو الشمس بالغربال؟ علاش كتكذبي على المواطنين؟ المواطنين ما تكذبيش عليهم، فهمتي؟ انا كنت كنتسنى يوبخها ضميرها وتمشي تهز بنتها وديها للامن تقول لهم راه فلان هو اللي اغتصب ليا بنتي. نعس وبخا ضميرها تفرق الصباح ديها، ولكن ما بخاش ضميرها. عاجب الحال. اليوم لقيناك حدا المحكمه الجزريه، واش جيتي على احنا وتلاقينا معك انا والاخ ديال المغارب نيوز مشكور، بغينا نعرفوك واش جيتي على قبل الدوسي ديالك اليوم هنا. جيت على قبل الدوسي ديالي حيت انايا كنت كنشوف في الجريده الالكترونيه وشفت انه هذيك السيده اللي داك خو المغتصب انها خرجت واحد التصريح قدام واحد المصحه في المعارف وكتقول ان المراه ديالي عندها علاقه مع راجلها هذاك اللي ضربها تكرفس عليها وداك الشيء تكرفس عليها بالسكين وداك الشيء، قالت عندها علاقه بالمرا ديالي وجات بغات تقول الحق. انا بغينا نعرفوا بان السيد يعني بغات تقول بان السيد اللي تعدى على مراته هاد الايام اللي دايره والبارح دايره يعني كاع المواقع التواصل الاجتماعي تيهضروا عليه، يعني تيجي لهاد السيد اللي اغتصب لك بنتك. اخوه الاخ انا هاد السيد هذا خو هاد السيد اللي اغتصب لي بنتي، وقالت انها على حسب الاقوال ديالها ان المرا ديالي طايحه مع راجلها عندها علاقه معاه. الطريقه ديالك ولا المرا ديالك؟ باقا فوق العنق ديالي، انا باقا نوعي في محكمه الاسره، فهمتي؟ حيت كون ما حيت كون الطريقه ديالي ما غاتدخلش في هذا الشيء، غادي نهضر هي على بنتي، حيت بنتي باقا قاصر، وان خوه مغتصب لي الدريه بنتي، جات بغات تقول الصراحه كتقول ليه على حساب قالت هي غتقول الصراحه، شدها قال لها انت كتوصلي الهضره لهذا السيد هذا، انا هذه السيده والله ما كنعرفها، انا الاخبار اللي كتجيني من العائله ديال مو هو. من عائلة مو أنا الخبر اللي جاتني في الأول أن مت السيدة اللي عندي معاني دابا محكمة أنها باقا محسوبة مرتي وبزاف على باش تكون مرتي، أنها ما اللي قالت لي في الأول أن بنتك مغتصبة، وأنا طلقت الخيوط ديالي وعرفت بزاف الحوايج ومن ثباتها بقات كتحول. هذاك الشيء قلته في واحد سميتو في المنبر الإعلامي الأولاني اللي تبعوا الناس، وأن دابا ان هاد السيده ضربها على قبل بغات تقول الحقيقه. هادشي سمعت انايا في سياق الموضوع. خرج كان واحد اللايف الباح مع احدى الجرائد الالكترونيه ديال الام ديال المتهم او المعتقل. وقالت لك بان الولد ديالها ما ضربش وبان السيده ضربت راسها وولدها شاهد فيها. دابا اللي بغيت نقول لك انايا ما عندي حتى شي صله وما كنعرفش هذيك السيده، ولكن على حساب انتم ما عاينتوا انتم الصحافه الله يجازيكم بخير ان السيده مضروبه بالسكين من اللور ومكرفسه، كيفاش غتضرب راسها؟ هذيك السيده بعدا منافقه هي وباه، هذوك راه قدامهم الدعاره، الدري كيدخل قدامهم الدريه بنتي، هما مريحين كيشربوا في اتي مع امهم، ام الدريه بنتي كتكون اخت وهذا عصام راه قدر يدخل مع المراه ديالي قدامهم ما يدويوش. ولكن دابا بغينا نعرفوا اش من علاقه ديال الملف ديالك انت ديال بنتك انت اللي كتقول بانه كيتم اغتصاب ديالها بالرضا ديال الام ديالها مع هذا الملف اللي تكلمتي عليه دابا ديال هذا اللي ضرب مرته ومشات للمصحه، اش من علاقه عند هذا باش المشاهد يفهم؟ لان انايا ملي كنشوف في الفيديو سمعت المراه ديالو كتقول ان الوردي احلى مع راجلها وان بغات تقول الصراحه ان عليا مغتصبها طريق خو هذا خو راجلها، هي باش دخلت انا على الخط حتى داكشي كيعنيني انايا، حتى انايا ما غنقدرش نفك على الاغتصاب ديال بنتي. لا العلاقه باش المشاهد ما ندوخوش، اش هي العلاقه ما بين الملف ديالك انت والملف ديال هذه السيده اللي ضربها راسها؟ هذا هو اللي بغينا نعرفوا. الملف هو السيده اللي اعترفت ان بنتي مغتصبه.
يعني من بغيت تقول ملي اعترفت راجلها انتقم منها. راجلها انتقم منها عندنا قالت الصراحه. قال لها زعما علاش علاش تقولي خويا؟ الصراحه ما خلاها. قال لها انت كتوصلي لهاد الناس كل شيء اي حاجه كتغداو ما كيتعشى بها هو ولا انت ما كنعرفهاش كما هما كيديروا هادشي. انا راه عندي خيوط ديالي كيقولوا لي ولكن هاد السيد والله ما كنعرفها لا هي لا عائلتها. انا كنعرف عائله المراه ما هي اللي عاودت ليا في الاول وانا يا كل واحد راه كيقلب باش يعرف الحقيقه هذا مش حيت حيت القانون كيقول لك جيب لي بما يفيد. انا جبت بما يفيد وانا اللي بعيد من الدريه عرفت الحقيقه. هما ملي مشات عند الامن قالت لهم حقها بنتي ما عندها والو. الدريه قالت لهم ما عندي والو. دوك تخبي كون براني راه غتقول شكون ولكن مادام مو دخلت ما مركين عليها ماديا ومعنويا. واخا الملف ديالك انت الملف ديال بنتك دابا فين وصل؟ الملف ديال بنتي باقي في المحكمه. عطاكم شي جلسه؟ لا شي. انا باقي ما كاين والو. انا باقي في المحكمه حيت مشى من الولايه داكشي اللي داو الولايه داروا التخصص ديالهم رجعوا المحكمه باش يمشي للولايه واحده اخرى باش الناس يحقوا معنا في هذا الشيء فهمتي. وخوها كيقول انا عندي نفوذ وانا عندي المال ما عندي ما يقدر حتى شي واحد يقدر يمسنا حنا عائله. انا بغيت نعرف هاد السيد هذا شكون هو اللي كيقول لك عندي المال. انا عندي فلوس بزاف خويا والله ما يتشد. وقال وبزاف د الحوايج فهمتيني. انا شي حوايج عرفتهم في السر ان هاد خوها كيقول لك عندي نفوذ. انا بغيت نعرف هاد النفوذ واش كيعاونوا على الجريمه حتى هادي جريمه جريمه. انا يعني بغيت توصل لينا دابا بان هاد الخيوط ديال هاد الميل في الاخر في طريقها للقبص. بغيت الطريق ديال الطبس يعني بغاو يطبسوا الغربال. امي اللي كتقول ان كيهضروا على حقا قالت لي كتب لي ما كتب لي. انا رحت بفيديو اللي شفت ديالها هي وديال ماما حتى النزاع ديال كتب لي ما كتب لي. بعيد على انك تشد المراه وتكرس عليها بحال هكا. القانون ديالنا والقانون العالمي والدولي كيقول لك ممنوع تضرب المراه باش تكرسها بحال هكا. كنت في الانعاش في ديك الحاله قلت لها راه حرام. قالت كتب لي ما فهمتيش معاها طلقها. قالت وياها مزيانين فهمتي. اما باش تكرس على ديك الطريقه راه حرام. غير باش نبقاو في الملف ديالك انت ديالك انا هذا خارج على الملف ديالي. غير باش نبقاو في الملف ديالك انت وما نتوهوش للمشاهد كامل. دابا انت اشنو كطالب انت في الملف ديالك انت؟ كنطالب الحق ديال بنتي يبان. الناس المغتصب باقي كيدور. قال لك اسيدي كانوا غيحرقوه ديك السيمانه ولقوه محرخين غادي يحرقوه فهمتيني. كما قلتي عندهم المال وهذا كيقدر يخرج عادي. يقدر يخرج عادي. كيقولوا عندهم المال يقدر يخرج عادي لان خواتاته في الامارات فهمتيني. خواتاته في الامارات وخور عندهم الفلوس وما عندهم الفلوس وما كيتغيبوا بالفلوس. حنا عندنا القانون والقضاء. حنا كنتيقوا في القضاء كينصفنا حيت القانون ما فيه لا فلوس لا والو. فيه اللي عنده شي حق هي ياخذ. وكنطلب من السي الحموشي وجلاله الملك الله يسرو الله يخليه لينا هاد الدوسي ديالي وديال هاد السيده هادي اللي في مصحة. يديو لنا الدوسي ديالنا الفرقه الوطنيه هي اللي غادي تصفنا في هادشي. دابا انت كتربط واحد الرباط وثيق ما بين المساله ديالك انت وما بين المساله ديال داك السيد اللي تكرفس على مرته. وانتم خوتي انا ملي هضرتي في لوبيروس جبدت المراه اللي عندي معاها نزاع وجبدت بنتي. يعني التصريحات ديالها حسبتها ديالها ما قالت ملي بغات تقول الحق تكرفس عليها. يعني في شي مباشر اخر هي تكلمات قالت بانه مباشر خرجت وانا في مصحة انه كتقول حتى انا كنت مباشر ما كنعرف والو. فهمتي كتقول بانه ملي قالت كلمه ملي دوات معنا كلمه الحق تعدى عليها تكرفس عليها الاعتداء خطير. فهمتي. وانا دابا اللي كنطلب ان الفرقه الوطنيه تخلينا في هذا الشيء. الله يجازيكم بخير باش كل واحد ياخذ الحق ديالو. وانا كنأكد ان الخور اللي معتقل امه وباه اخته عارفين هذا الشيء. خواتها اخته عارفين هذا الشيء وبالموافقه ديال ما كدا ان ملي مشات جابت التافيكا ديال الدريه للامن ان الدريه مارسه بثمانية السوايع. قالوا لها سيري دير لها شهاده طبيه وداتها سيمانه كتضربها في الاخر ديال الدوك دارتها مع الربعه ولا روب الدريه. طب شرعي ولا طب اختصاصي ولا خصوصي؟ دابا داروها عند طب اختصاصي وطب شرعي.
طب اختصاصي انا وصلت المعلومه ان ما تمت 8 السوايع ولا ما تمت 6 السوايع ان بيتم مع 8 الصباح جات من عنده وباقي ما خدمش هذاك الشيء في الفراش ديالها 8 السوايع وقت هذا الطبيب كيعطيك الساعه وكل شيء والاختصاب كان قديم واختصاب قديم ان ملي كتسكن في سباته حتى كنا في سباته كتسكن قريبه لهم حتى عندهم دار سباته هما وقريبه لهم كتعجبوك يدخل عندها للدار في سباته قدام دومارس ماشي مشكل بنتي ولات الهايه ديالو حتى هو كيستعمل جميع انواع المخدرات ماشي مشكل خصها يسكت بنتي ضحية السبب اللي مخلي بنتك ساكتة على هذا الشيء وما بغاش تقر به هو مبريسي على امه وخالتها والفلوس هما مبريسي على هذا عصام بالفلوس انهم عيشة قالت حتى هي قالت لعندكم في صوت العدالة ان ولد خالتها ومرته مهلين فيها وهي هي مرته ولد خالتها قالت الحقيقة هي قالت مهلين فيك هي جاتك الصراحة انك انت كتخونها مع رجلها في الديبو وخضر الدار دو مارس قدامهم ما كاينش مشكل حتى هما عندهم الدعارة عادي وتيزر في البصر فهمتي وهذيك الدار في دو مارس فيها عدة مشاكل ديال الدعارة ملي دخلوا بنتي يقدر يدخلوا انا خرجت الاعلام بين اما راه تلقى بنات اخرين صغار دازوا في ديك الدار فهمتيني دار كانوا بنات اخرين دازوا في ديك الدار قد بنتي ماشي بعيد حتى الدار ديال الدعاره وانهم كيطلقوا الشمس من الغربال عندنا بنت خالته حتى خلقها تماك يما ونعيط للامن يقول لك بنت خالتي وما عندهمش سيده بالعائله دابا بلاتي دابا صيفط القرابه ما بين مرتك وما بين هاد السيد ولاد الخالات ولد خالتها دخلت المراه ولد خالتها دخلت المراه هذا اللي ضرب السيده في اللي مشات تكريني اللي اغتصب ليا بنتي دخلتها وهذا اخوه وخو اللي مول كل شيء عنده الفلوس مول كل شيء هو اللي كيدير هذا الشيء انا ولدي ضربني ضد الاصول وهذه سجلت هذه كذا 23 يوم وجابوا البوس اعتقلوا في العشيه خرج ما عرفت كيفاش تخرج وداز معايا عند واكل ومشى ودابا راه سير 17 3 غنمشي حضر معايا ضربني انا مستعد بنتي انا والعائله ديالي باش نجرو الدريه نقدر نقنعها نقول لها فوالا راه انا رباك قولي جاي صراحه بنتي اغتصبتي الدريه بحال حتى هي ما عرفت واش حيت الدريه راه تيلا تليفون نقر حيت باقا صغيره قاصر قلت لها ما كنعرفكش وهربت المدرسه لداخل ياك جا ولدي ضربني قال لي ما سوقكش وانا جاتني فكره ان واحد المعلومه ان ولادي لهذا المعتقل كيقولوا ليه بابا دونك انا ما عرفتش هذا كيقولوا ليه بابا ثلاثه ولادي وولدي قال لي هذاك راجل اختي ملي ضربني كيقول لي هذاك راجل اختي وغيتزوج بها وطير عصام راه قاد على راسه والله ما تقدر عليه عنده المال انا راه عندي الله انا راه عندي الله وعندي الحمد لله الثقه في القضاء وما يستر سيدنا وانا تمنيت ان سي الحموشي وسي عبد النباوي وسي تاك تصنتوا لهذا الفيديو هذا والناس ديال الشعب المغربي يعاونونا والجمعيات ما تقيش ولدي وبغيت الناس يتدخلوا الناس الكبار يتدخلوا في هذا الموضوع هذا حيت انا عايش ما نجري دابا بعيد انا بوحدي كنجري امها راه عندها عادي ملي كتقول لك بنتي الحمد لله بقات صحتها راه عندها عادي باغا كتبيعها دوك كتجيب لها الفلوس حتى باقا صغيره وكتبان عندها 20 عام راه عندها 14 عام وتختصبت 13 عام والدريه دابا ما كتعرف والو كلشي كيعجبها ولكن بنتي واحد النهار غتفيق غتندم ولكن بغيتها انا تندم تفيق وتندم انا بغيتها تندم دابا انا بغيت حق بنتي دابا انا بغيت فيق على العواقب انا بغيت فيق انا بنتي بغيتها دابا ناخذ لها حقي باش انا الناس انا من 120 كيلو وليت شحال هكا على قبل بنتي ما كناكل ما كنعس والو الرساله ديالي الاخرى هو كنطلب من سيدنا الله ينصرو والناس ديال الداخليه فيهم السي حموشي ووزير الداخليه والناس وزير العدل ورئيس النيابه العامه ورئيس مجلس الاعلى للقضاء ياخذ لي حقي وحقه في هذا الموضوع الا ما عنديش انا الحق نساعد نمشي في حالاتي عندي الحق ياخذوا لي حقي من هاد الناس هادو فهمتيني انا باغي تحقيق نزيه وانا عندي بما يفيد وهاد السيده تاهي راه تكرفست راه مكرفسه راه في الانعاش مات انايا تاهي ياخذوا لها حقها ولا الله ولا يدي عرض المحسنين والقضاء الحمد لله وانا حكمتهم فاحكموا بالعدل والله يرحم لكم الوالدين ولا الله واحد كين ولا اله الا هو
ورا بلادو كيموت على بلادو ولا على ولادو. شكرا اخي. وشكرا لكم جميعا. شكرا. ولكم التعليق لخوتي المغاربه وتعاطفوا معنا. وبغيت جميع 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 المسؤولين في الدار البيضاء، المسؤولين الكبار اللي كيتحكموا في القضاء ولا في الامن ولا في كل شيء، يطلعوا معنا في هاد الملفات هادو. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. وسمحوا لينا الا كتبنا لكم كثر الكلام، وراه هذا الشيء اللي قلت دابا راه ما قل ودل. اما الا جيت نكتب راه غنكتب مجلد، ولكن عندي شي حاجه بما يفيد، وعندي شي حاجه ان ما عنديش ما يفيد. بحال السيده اللي قالت ان راه عندها المراه، عندها المراه اللي فلومبيروس اللي دار معاها الجريده الله يجازيهم بخير، اللي كيخرجوا للاعلام اللي ما كيكونش عارفوا حتى واحد، كل شيء كيتصنت له. الله يجازيهم بخير والله يطولنا عمرهم. أن نهضروا معاها وصلني أنا داك الشيء، كون ما كانش إعلام ما غيوصلني والو، أن السيدة كتقول أن راه المرأة عندها علاقة مع السيدة هذا، وأنا كنت شاك فيها ونعاود نقولها، وأنا عائلتها كلها تسولوا مع عائلة أمها كيقولوا هو اللي مغتصبها، وأنا أختها أنها مغتصبة وسترتها، ولكن ربي كبير والله ما كيديش حق هذا عليا، راه ما كيديش شي حقينا، راه غناخذوا إن شاء الله، لأن أنا مأكد ان القضاء وان الناس الكبار ديال المغرب والناس اللي يتعاطفوا معايا حيت عارفين ان اي واحد عنده مسؤوليه في القضاء ولا في الامن، تخيل هذه بنته كرسها هذا 13 عام ويديرها بنته ويدير هذا المجرم هذا انه تكرس عليها وان اخوه عنده الفلوس بحال هكا وكيدير هذا الشيء. انا بغيتكم تعاقفوا معايا وتعاونوني والله يجازيكم بخير، وسمحوا لي على كثرة كلامي ما قل ودل، وشكرا لكم وشكرا لصوت عدالة وشكرا للمغرب نيوز والله يجازيكم بخير، وكنشكر على الصحافة اللي كيوصلوا لنا الصوت والصورة وكل شيء بالوضوح، وما كيجيبوش يطرط شي واحد وعندهم نزاهة واللي بغى يرد على شي حاجة. أنا عندي بما يفيد، عندي الورق راه وليتهم، وهاد السيدة جاية كتهضر الشفاوي، حنا ما عندنا ما نديروش الشفاوي. يعني اي واحد عنده حق الرد مخول حق ولكن بالكتابي جيب لي بما يفيد. اما المراه مشات ترجع كتكذب، انت عكازي، انت ملي كنت مريض انت كدعي حصلتك امي مره مزال كتقولي يا ربي يموت، انت كتقولي هو عكازي، وانا راه ما مشيتش مع حتى شي وحده، انا اللي كتقول تسمع شي وحده ما مشيتش مع حتى شي وحده، انا داويت حيت انت وكلتيني توكال كتقصر كلي ومشيت داويت ونحمد الله ونشكره. وهاد الناس انت اللي كتقولي، هاد الناس اللي كتقول خوتي المغاربه انها راه السيده بتسمع حتى شي وحده، السيده داواتني وقفت معايا، والسيده ما بغاتهاش توقف معايا، بغاتني نموت باش دير الدراري ما بغات، وانا غبرت، انا غير غبرت وجوج دارت الدراري، ما بالك كون مت، هاي الدريه مغتصبه، الدري نقدر نقول لكم خرج للطريق والدري الصغير غادي في الطريق، وبثلاثة كيقولوا هذا عصام بابا. دوك أنا ولا عندي شك في ولادي، ولا عندي شك في ولادي، واش ولادي ولا ولاد السيد. شكرا ولكم جزيل الشكر. شكرا. اسمحوا لي.